بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متابعيني ومتابعاتي حبايب قلبي، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية يا ربي. اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها، فعلوا خاصية الجرس، يضغطون على اللايك، وانطيهم قلب آني وكون ممنونة من عندكم. شوفون يا غاليات، آني أريد أسوي كبة الصبح. إيش سويت؟ نقعت الجريش، هذا جريش تاك كيس ونص، خليت بالطاسة. هسه راح تشوفون، خليت كيس وهذا النص الآخر جاي أخليه، ما أخلي عليه برغل. أكو ناس خلي برغل، وأنا قبل كنت أخلي برغل، بس هسه لا، يعني ما يحتاج برغل، أخليه عليه، أخلي عليه ملح، وأنا أقعد مية الحنفية مثل ما تشوفون. هيجي خلطت الملح ويا الجريش، وأنقعه وأغطيه وأخليه بالثلاجة إلى الصبح. شوفوني يا غاليات، يعني ليش إيش قد ما يتنقع، يعني كثير الجريش يصير يعني العجينة مالته يعني كلش حلوة، وكيفش تلعبين بيها، يعني تشكلين بيها الكبة. شوفوني يا غاليات، راح أغطيها وأخليها بالثلاجة. هذا ثاني يوم الصبح. شوفوني يا غاليات، قلت لأم أماني تعال أجنيها، شوفين شلون ما تريدين تعجنينها تنعجن بإيدك. إذا تشوفينها يعني مثلا لينة صارت تحتاج، يعني أخلي من الجريش أخلي عليها، ما أخلي عليها طحين، أخلي عليها جريش إذا شفتها تحتاج، بس ما احتاجت، يعني كان شوية مي احتاجت وخليت عليها. هنا عندي سلج، لأن أنا بدي أسويها كبة بمرق السلج، يعني إحنا نسويها بالمرق، وهي بكيف. أكو ناس يسويها سلق يسلقونها، وأكو ناس يسوونها بالشعرية، مرقة الشعرية، أو ناس والنومي بصرة، وناس تسويها يعني بكيف، ناس تسويها على الحمص المرق الأبيض، إحنا نسويها على السلج. وبالشتاء نسويها على سلج بروس. إن شاء الله بالشتاء من ينزل سلج بروس أشوفكم إياه من أسوي كبة إن شاء الله. إن شاء الله إذا بقينا طيبين من هنا للشتاء إن شاء الله، وأسوي كبة إن شاء الله أشوفكم سلج بروس، لأن دائما شنو سلج بروس راح أشوفكم إياه إن شاء الله حياتي. هنا خليت بصل ودهن، وخليت شو اسمه السلج عليه تاين حمس. أنا هميش عندي طلع الطماطم من المجمدة محلية وعصرتها، هسه خلي معجون عاد عليه، وبعدين عندي مي طماطة، يعني عصير طماطة أخليه على السلج. هنا خليه شوية بس، يعني المعجون يتشوح ويا السلج، وأخلي عادي أنا مية الطماطة عليه. شوفن يا حبايب، أني هيجي طبخي، وكل وحدة وطريقتها بالطبخ. هذا ملح خليت عليه تقريبا نص خاشوقة، وهنا بديت أكبكب بيها أو ألف بيها، أنا أقول أكبكبها. هنا شوفون يا حبايبي العجينة شو ما تريدينها أشكلينها، يعني أكو يشكلونها بدهن، أكو بمي، أكو بطحين. أنا مرات بمي ومرات بدهن ومرات بطحين، كيفي شلون ما أريد، يعني كيف الواحد، يعني أدى شكلها اليوم بالطحين، أدى شكلها بالمي، يعني كل وحدة وبراحتها. شوفني يا حبايب، أنا من شلون ألفها، هذه شغلتي يعني من ألفها. طبعا من عجناها أنا خليت عليها دهن، أعجنها بالدهن، يعني على العجينة خلي دهن يصير هشة، يعني إذا تسألون ليش تخلين دهن تصير هشة،
أبد ما تصير قوية، لو حتى تصير ثخينة بإيدك الكبة تصير هشة يعني تنفتح بسرعة، مو مثلا واحد يضربها على حلقة أو ما تنكسر. أكو يعني هيجي يعني أكو حيشاكم أكو يعني ما يعرفين خطية يعني جديدات على الكبة يعني يسوونها عبالك حجر. فعاد يعني يعني تعلوم للي ما يعرفين يعني اللي جديدات على الطبخ. شوفوني يا حبايب افتحها بايدي هيجي واخلي الحشوه، احنا نسميها قيمه، قيمه الكبوه، هاي الحشوه نخليها وابدا شويه شويه هيجي الفها. اذا طلع بايدي عجينه معناها العجينه زايده اكثر من الحشوه اللي بيها، يعني شلون يعني مثل ما تشوفون مرات تطلع بإيدي العجينة يعني زايدة وأقصها وأذبها بالطاسة هذه على مود يعني ما تصير ثخينة الكبة. من أقوم أفرها بإيدي الزايد يرفع لي فوق من كيفه من العجين. شوفني حبايب من أقوم هيجي ألفها أفرها بإيدي، إذا أكو زايد يعني أقصه وأخليه بالطاسة، وإذا يعني ما يحتاج يعني ما أقصها يعني على قد الحشوة. شوفون يا غاليات يعني كل ساعة أسوي يعني قدامشن الكبة، حتى اللي ما تعرف يعني البنات يعني اللي جديد يتعلم الطبخ هذا لفي الكبة. شوفون حبيباتي الغاليات، أيوة أرد أقول لكم شكرا جزيلا لكم وللاشتراكات الجديدة، وأقول ألف هلا بيك نورتن قناتي وهي منورة بالعتيجات والوسطانيات، وكل الهلا بيكم كلكم نورتن حبيبات قلب الغاليات. شكرا جزيلا للدعم المستمر لقناتي، شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا للتعليقات الحلوة، وشكرا جزيلا للي يجن علي على كواي، وشكرا جزيلا لكم. يا رب إن شاء الله الله يوفقكن حبيبات قلبي كلكم كلكم، الله يوفق الجميع إن شاء الله، كل من تسمع صوتي الله يوفقها إذا ولد وإذا بنية بحياتها، ويرزقها الصحة والعافية والعمر الطويل والرزق الحلال. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. هنا بعد ما كبكبتها وكملتها أو لفيتها وكملتها بديت أخليها بالمرقة. شوفوني يا حبايب اني هيجي يعني اطبخها كلها هيجي اخليها. غالياتي على مجيتن على كواي شكرا جزيلا لكم، شكرا والله ممنونه من اشوف التعليقات الموجودات باليوتيوب وموجودات بالكواي، والله العظيم افرح من كل قلبي. بس الكواي بميزه حلوه، شنو بسمايلات كلش حلوه، يعني مو مثل القلبة الصغيرة اللي أنا أخليه أو الوردة اللي أعطيكم إياها، لا شغلات حلوة حيل، وأني يعني من أشوفكم أعطيكم إياها يعني. وشكرا جزيلا مثلا كلمات حلوة على صورة معبرة، هاي سمايلات يعني حيل حلوة تعجبني وتستاهلونها يعني أعطيكم إياها. شكرا جزيلا لكم حبيباتي، وشكرا كل وحدة سوت كواي الخاطري أشكرها من كل قلبي حبيباتي الغاليات. شوفن هسا هنا الكبة بعد ما كملتها يعني يعني شوي أحركها على مود لا تلزق بقاعتة جذرية أو بش يسمونها ما أدري يسمونها بجوة جذرية تامة تلزق. شوفون يا حبايب هذه كبتنا وهذا غدانا، اللي يريد ياكل يعني ثريد ياكل، احنا ناكلها ثريد بصراحة. واكو ناس يقولون اكو واحد ياكل كبة ثريد، احنا والله ناكلها كبة ثريد، احنا منطقتنا هنا ناكلها كبة ثريد. شوفون هذا الماعون خليت بيه كبة للي يحب ياكل بخبز ويا زلاطة، واللي يريد ياكل ثريد ياكل. شوفون يا حبايب شوفون شكلها، والله العظيم كانت شقد طيبة وهشة ورقيقة، وتمنيتكم ويانا والله
وسهمكم ألف عافية. شوفوني حبايب هذه كوبتنا، وأقول لكم شكرا جزيلا لكم مرة ثانية، وإن شاء الله ما طولت عليكم هذا الفيديو حبيباتي حتى ما تملون، وأريدكم تجوني هم على كواي، وأقول لكم أشوفكم في فيديو جديد آخر، ومع ألف سلامة.